تضارب الأنباء حول سيطرة قوات الدعم السريع على مقر المدرعات في الخرطوم، استعدادات فين ميجر لتدخل إيكواس العسكري، والجزائر ترفض طلباً فرنسياً باستخدام أجوائها، ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلاً بكم إلى التفاصيل. البداية من السودان، حيث تتضارب الأنباء حول سيطرة قوات الدعم السريع على مقر المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم. المعارك العنيفة ما زالت مستمرة في تلك المنطقة الهامة، حيث يواصل الجيش السوداني قصف مواقع الدعم السريع بالطائرات والمدفعية. قوات الدعم السريع أعلنت أنها سيطرت على الجزء الأكبر من هذا الموقع ونشرت مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر. في المقابل، أكد مصدر عسكري للعربية أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق، لكن تم طردها، مشدداً على أن الوضع بات تحت السيطرة. يمثل هذا الموقع مركزاً عسكرياً مهماً بسبب السلاح والتجهيزات والعتاد الذي يحتويها. إلى النيجر، ومع تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس تحديد تاريخ التدخل العسكري دون الإفصاح عنه باستعادة حكم الرئيس المخلوع محمد بازوم، رفضت بعض البلدان الحل العسكري، ومن تلك الدول الجزائر. وسائل إعلام جزائرية قالت إن سلطات البلاد رفضت سماح بعبور الطائرات العسكرية الفرنسية عبر مجالها الجوي للتوجه إلى النيجر. في المقابل، نفى الجيش الفرنسي تقديم مثل هذا الطلب عبر قائد أركانه، الذي أفاد بأنهم لم يطلبوا استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر. الاتحاد الأفريقي بدوره أعلن تعليق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد بعد الانقلاب الذي شهدته في 26 من يوليو الماضي. تلبية لطلب المدعية العامة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه تسليم نفسه لسجن فولتون في ولاية جورجيا الخميس المقبل، وفق منشور له على منصته الخاصة تروث سوشيال. يأتي إعلان ترامب عقب اتهامه بالتورط في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الأمريكية في عام 2020. ترامب الذي يخوض حملة سياسية لدعم ترشح الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال في منشوره أيضاً: هل تصدقون ذلك؟ سأتوجه إلى أتلانتا في جورجيا الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة للمقاطعة اليسارية الراديكالية، والتي تشرف على واحدة من أعظم كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأمريكي. إلى اليابان، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني أن عملية تصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما ستبدأ قريباً. اليابان تنوي تصريف أكثر من 1.3 مليون طن من مياه الأمطار والمياه الجوفية اللازمة لتبريد قلب المفاعلات في المحطة التي أصيبت بأضرار جسيمة بعد الزلزال وتسونامي العنيفين اللذين سببا حادثاً نووياً فيها قبل 12 عاماً. هذا المشروع الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مطلع يوليو الماضي تؤكد طوكيو أنه سيكون آمناً للبيئة وصحة الإنسان، لكن عملية التصريف التي من المفترض أن تستمر لعقود تثير أيضاً مخاوف وانتقادات خاصة من الصين، التي قالت إن المحيط ملك عام لجميع البشر وليس مكان لليابان كي تتصرف فيه بصورة تعسفية وتصرف مياه ملوثة نووية. إلى خبرنا الأخير، لطالما اعتدنا على مظهر الزرافات المرقطة، ولكن من منا قد تخيل يوماً مشاهدة زرافة بلون واحد؟ ففي واحدة من أندر المشاهد على الإطلاق في عالم الحيوان، ولدت زرافة فريدة من نوعها في حديقة حيوانات برايتس بولاية تينيسي الأمريكية. تلك الزرافة الصغيرة أبصرت النور دون النقاط الشهيرة، بل بلون بني موحد، تكسر قاعدة المظهر التقليدي الذي تشتهر به الزرافات. وحديقة الحيوانات قالت إن الزرافة يبلغ طولها 6 أقدام، ولا تزال تحت رعاية والدتها وموظفي الحديقة، ويعتقد أنها الوحيدة من نوعها في العالم.